اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ارتقوا. النهارده الجزء الثاني من مفيش صاحب يتصاحب. النوع الخامس هو صاحبك الفائت اللي لما بتروح تقعد معاه بياخدك وبتطير بيك في حته ثانيه خالص. ادخل يا ابني الباب مفتوح. مصطفى اللي انت عامله يا مصطفى؟ وانت مالك انت ما تنزل؟ ماشي حاضر حاضر يا مصطفى. انت قاعد كده ليه بتذاكر؟ بقول لك ايه، فكك من الكلام ده، انا هشهيصك. النوع السادس هو صاحبك اللي بيعزمك بس على حسابك، هو صاحبك البخيل. بقول لك يا محمد، تيجي نروح ناكل؟ ايه ناكل؟ ناكل. انت عارف دلوقتي الوجبه بقت بكام؟ تعالى يا محمد وهعزمك. تعزمني؟ ها يلا. ايه تاني؟ بس انت عارف العربيه ما فيهاش بنزين، يعني اخر 15 جنيه حطيت بيهم 3 لتر. تعالى يا محمد والبنزين عليا. البنزين؟ ها يعني بنزين واكل؟ ايوه هتاكلنا. يلا خلاص. يلا. ايه خسرت ال 3 لتر. النوع السابع هو صاحبك اللي بيعلق عليه، تحس كده انه اوفر في نفسه. الو. ايه يلا بتعمل ايه؟ مش عارف اذاكر الرافع. انت زعلان على الرافع؟ ده انا لسه ما فتحتش المكتب. ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بذاكر اشيل المادة. مادة؟ ده انا شايل اربع مواد. يا ابني طب استنى بص، نقرا الرواق، نقرا الرواق، نقرا الرواق. طب اهو. فريق ازمالك. قلت لك يا عم نذاكر الروافع. يا عم انا حليت لا روافع ولا تعادل، انا سايب الامتحان فاضي. ايه يلا خدنا الاجازة بقى، ما يلا نخرج. لا يا ابني انا مش هقدر اخرج. عندي 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 اتش. ها انت زعلان عشان برد؟ يا ابني ده انا عندي فيروس سي. النوع الثامن هو صاحبك الملزق اللي هو الممحون. عايشالك. الو. ايه يا بيبي عامله ايه؟ وحشاني يا بنت. في حاجه يا احمد؟ احمد انا كلمتك عشان احنا لازم نسيب بعض. ايه يا بيبي اللي انت بتقوليه ده؟ ليه كده يا عزه؟ عزه؟ اصلي دخلت جاي من الكويت ومعاه فلوس كتير قوي. يا بيبي ايه اللي انت ده؟ انت روحي، ده انت حياتي، انت في حاجه يا عبد؟ ده انت الهوا اللي انا بتنفسه، انت انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك. ايوه ما لازم اسيبك بمحنك ده سليم يا ملزق. يهديك كده يا عبد. متشكرين على الالم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح، متشكرين على الالم وعلى الجراح. النوع التاسع هو الشخص الراشد في حياتك اللي ما تفهمش هو موجود ليه ولا بيقول ايه، اللي هو الو. ايه يا محمد؟ ايه يلا انت فين؟ ما تيجي ننزل؟ لا انا داخل انام. سلام. قفشتك كلنا نايم. ها تعالوا مستنيك من بدري عمو زي حضرتك. طيب يلا اخرب بيت عشرة. بالراحه على الباب يا حيوان. يا عمو فدايا ده انا زي مصطفى بالظبط. المهم بقى ايه؟ قصدي فين؟ بقول لك ايه؟ ايه رايك ناخد امك كده ونطلع اسبوعين جمصه؟ نطلع جمصه مصطفى. اطلع يلا يا عمو. بس بقى كلنا عندنا صحاب كتير جدا في حياتنا، وكل واحد من الصحاب دول هو ليه بصمه كبيره جدا في حياتك، بس للاسف احنا دايما بنقرب من الصحاب الوحشين وبنبعد عن الكويسين. دايما في ناس كده موجوده في حياتك هم عباره عن منبهات احباط، هم بس موجودين عشان يفكروك ان انت فاشل، ان انت ما تقدرش، ان انت ما تعرفش توصل لاي حاجه انت عايز توصلها في حياتك، وان انت هتعيش حياتك زيهم. ابعد عن كل شخص محبط او محبط او يائس او اي شخص انت عارف ان هو سبب في يأسك في حياتك. حاول نفسك بالصحاب الايجابيين، الصحاب اللي انت عارف ان هم هيفيدوك في حياتك، الصحاب اللي مؤمنين بيك، الصحاب اللي موجودين عشان يحفزوك، صحاب شايفين ان انت تقدر توصل لحاجات كتير جدا لان انت فعلا تقدر، بس لا اصحابك واختار الناس اللي حواليك. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل منشن لاصحابك اللي كانوا في الفيديو. اكشن. انت مشغلت يعني؟ عزه انجز يا احمد. ما تيجي نخرج؟ نخرج ايه؟ تيجي ناكل. مصطفى انا مكلمك عشان احنا لازم نسيب بعض. محمد ايه؟
اسمه احمد. احمد احي من برنامج ارتقوا. انا كنت ببص على الشاشه ومش ببص على الكاميرا. كلنا موجود في حياتنا صحاب كتير جدا. لا كلنا موجود في وكل واحد من دول هو ليه بقول لك ايه.